يسرنا أن نلتقي اليوم حضرة الأب بدوي حبيب طيف الجالية القادم من جنوب أفريقيا بزيارة خاصة إلى الجالية اللبنانية في سيدني. أبونا أهلا وسهلا فيك بالتلفزيون الغربي. أبونا بدوي حبيب، من وين؟ من لبنان، وأي رعية عم تخدم هلأ؟ أهلا وسهلا فيكم وبشكركم على دعوتكم لألي حتى أكون عم بعمل هالمقابلة مع التلفزيون الغربي. أيوة. أول شيء أنا من ضيعة اسمها ضيعة عمار شمال لبنان. ارتسمت كاهن بجمعية المرسلين اللبنانيين الموارنة سنة 1995، بعد منها عينت برسالة استراليا، جيت خدمت باستراليا 6 سنين. باستراليا وين خدمت؟ خدمت بلشت بماريوسف بكرويدن تقريبا شي سنة ونص، بعد منها انتقلت لسيدة لبنان ومرجرس، صرت اخدم بالكنيستان اسيستنت بارش بريست بسيدة لبنان، وكنت الكاهن المسؤول بمرجرس بتونلي، وعلى ايامي الكنيسة هي كانت تعمرت كنيسة مرجرس تونلي. كنت انت يعني وقتها عم تتعمر بمرجرس تونلي؟ يا تعمرت على ايامي. وهلا وين عم تخدم ابونا؟ هلا عم بخدم بجنوب افريقيا. طيب كيف وصلك من سيدني وتونلي لجنوب افريقيا؟ كيف الرحله صارت؟ نحن الرهبان نتعين كل 3 سنين في تغييرات بالرهبنه. خدمت هون 6 سنين، بعد منها صار في مجمع انتخابي عام بلبنان، وعلى اثر المجمع الانتخابي انا طلبت اني انتقل من استراليا على لبنان، لانه تعبت كثير باستراليا، مش تعبت من الناس، حبيتهم كثير، بس تعبت من الخدمه كانت كثير قويه، كنا عدد الاخواني قليل، ما بعرف اذا هلا عدد الاخواني كثير. مثلا كنا 4 اخواني عم نخدم ب3 كنايس، عم نخدم بمر يوسف، عم نخدم بسيدة لبنان، عم نخدم بمرجرس، وكمان بذات الوقت عم نخدم بأورشيد هيلز يلي هي من روت هلا مري حنا الحبيب. كان بالنسبة لي انه انا كنت مسؤول عن زيارة المرضى، كنت زور المرضى 3 ايام بالاسبوع بالبيوت الختيارية، وعندي 2 يوم المستشفيات، وبعدين عندك السبت واحد بدك ضلك واقف على اجريك من الصبح للعشية. من هيك من بعد 6 سنين صراحة انا تعبت. تعبت يعني مرضت؟ لا 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 تعبت، يعني حتى خسرت صوتي من السينوزيت. ساعتها قررت انه اطلب من الرئيس العام ينقلني على لبنان، وانتقلت على لبنان. معلش اذا سالتك ابونا، يعني انت اي رهبنه بتتبع؟ جمعيه المرسلين اللبنانيين الموارنة. يعني مع ابونا مارون؟ ابونا مارون هو كان الرئيس، رئيس، وهلا هو بعده الرئيس كمان باستراليا، كان رئيس على ايامي. طيب رحت على جنوب افريقيا، شو فيك تخبرنا عن الجالية اللبنانية بجنوب أفريقيا؟ الجالية اللبنانية هي من أهم الجاليات يلي أنا خدمت فيها على كل المستويات. يعني مثلا ما بتشوف زلمة أو مرة بعمر 90 سنة مش فايتين مثلا على مدارس أو عاملين جامعات. هيدي هي جاليتنا بجنوب أفريقيا، جالية كتير متقدمة، كتير متطورة، كتير قريبة من الكنيسة، كتير بتحب لبنان، حتى ولو ما راحوا على لبنان بس بتحس فيهم هالروح اللبنانية الأصيلة يلي اخدوها عن أهلهم وقت اللي اجوا بال 1850-1860 من لبنان، بعدهم عايشين على بركة هذيك الأيام، بالرغم من كل إنجازاتهم الحلوة يلي حققوها ببلد جنوب أفريقيا. فيني أسألك قديش عدد اللبنانيين تقريبا من جنوب أفريقيا؟ يقال بين 25,000 ل 30,000 شخص. وكم عندنا كنيسة؟ نحن عندنا كنيستان، عندنا كنيستان، كنيسة بالشمال مدينة جوهانسبرغ، وكنيسة بجنوب مدينة جوهانسبرغ اللي مطرح التواجد اللبناني أكثر شيء. هلا يعني عم تقول نحن يعني الموارني؟ يعني الموارني أكيد. أيوه أكيد. يعني في غير كنيسة لغير طوائف؟ في كنيسة لاتينية، في كنيسة بروتستانتية، أرثوذكسية، من الجريك، في من وين ما كان. يعني 25,000 لبناني مع الأرثوذكس؟ لا لا، عم بحكي الموارني. عن اللبنانيين هونيك بدك تحكي عن الموارني. أيوة. حتى الجماعات اللي اجوا من لبنان يلي هني مش موارني اندمجوا بالكنيسة المارونية، لأنه ما في مرجعية روحية تبعتهم، صارت المرجعية المارونية هي الأساسية، هي المرجعية. يعني تجوزوا بالكنيسة، عمدوا بالكنيسة،
هي المرجع الاساس لكل اللبنانيين المسيحيين اللي اجوا من لبنان على جنوب افريقيا. شيء عظيم، يعني بلشنا نوحد الطوائف. مزبوط. واكثر من هيك، هلا الارثوذكس الجداد اللي اجوا من لبنان على جنوب افريقيا بنحاول انه قد ما بنقدر نحضنهم، بس بعضهم الارثوذكس الجداد متعلقين، وانا بشجعهم كمان، متعلقين بالطقس الارثوذكسي، بيروحوا اوقات على الكنيسه اليونانيه ولو ما بيفهموا اللغه تبعينتهم، بس بيروحوا لهونيك لانه بيحسوا انه شيء بيعنيهم كثير انه يكونوا عم بيحتفلوا بالقداس حسب طقسهم اليوناني. طيب ابونا، في اضطهاد بيقولوا بجنوب افريقيا، في اضطهادات، في اضطهاد للاغراب. لاعطيك مثل، نحن بلبنان، بلبنان فيك تروح وين ما كان. ايوه. بس ما بتعرف اي ساعه وانت سايق سيارتك بيطلع انفجار بلبنان. مزبوط. يمكن تكون انت ضحيه هالانفجار. مزبوط. بجنوب افريقيا بلد كثير امان، فيك تروح وين ما كان، بس ما بتعرف اي ساعه بيجي شخص لانه جيعان بده يسرق. اذا هون كمان وهون كمان، يعني عم بفوتوا على البيوت، بفوتوا على البيوت، بفوتوا على الكنايس، بفوتوا وين ما كان. صار لي انا 7 سنين ونص هونيك، ما حسيت انه انا حياتي بخطر. ما حدا فات عليك يسرق؟ ما حدا فاتوا، بفوتوا وقت اللي بيعرفوا انه الابونا مش موجود بال، بيسالوا عني، بيسالوا عني باسمي انه الابونا هون ولا لا. ليه بيخافوا من الابونا؟ لا، بدهم، ما بدهم ياذوا الابونا، بس بدهم ياخذوا الاشياء اللي بتعنيهم. يعني فاتوا على المره بعد قداس الساعه 1، بعد اخر قداس يوم الاحد الساعه 6 عشيه، فاتوا على سالوا السكيورتي وربطوهم، سالوهم عني انا بشكل خاص، الابونا بدوي موجود هونيك يعني باسمي، سالوهم قالوا لهم لا، اي ساعه بيرجع؟ الساعه 10. صار من الساعه 8 للساعه 9 ونص كانوا سارقين اللي بدهم يسرقوه. وراح شو سرقوا من الكنيسة؟ الكاسات، الكمبيوترز، المصاري تبعين الكوليكشن يلي منلمهم كلياتهم، بهمهم المصاري، بهمهم التليفون. والبوليس بيتصرف بسرعة لما بتتصلوا فيه؟ ولا ممكن انه البوليس انه يتوصل لنتيجة معهم، بيتركوا. يعني اوقات بتحس انه البوليس هو وراء هالشغلة. ابونا انت عشت كم سنة باستراليا؟ عشت 5 سنين و8 شهور على القد. وكم سنة بأفريقيا؟ سبع سنين ونص لحد الآن. بدي إياك تعمل مقاربة بين أستراليا وجنوب أفريقيا. مقارنة. أيوه. مقارنة شوي هيك. بين الرعيتين يعني. بين البلدين، بين المعيشتين. أنت عشت هون وعشت هون. يعني. وين عم بتفضل هلا؟ وين بتفضل؟ وين أفضل للحياة؟ نمط الحياة بحب جنوب أفريقيا. بس أكيد محبة أستراليا من قلبي ما حدا في جيلها. يعني انا استراليا هي اللي علمتني. يعني خليني اكون كثير صريح، جيت من لبنان كنت خوري بعدني اول مني مرسوم، يمكن وانا كنت عم بقدس كانوا ايدي يرشفوا بالبدايه. استراليا هي عملتني الكاهن المرسل يلي عنده هم بقلبه انه يزرع كلمه الله وين ما بيروح ويزرعها هيك بقوه وبايمان. استراليا هي خلتني اكون هالشخص. ومن بعد منا كمان خدمت بإسرائيل 4 سنة، كمان خدمة إسرائيل قوتني أكثر وأكثر بإيماني، لأنه الكنيسة لا في موارنة هناك كمان بإسرائيل؟ الموارنة اللي راحوا على إسرائيل راحوا سنة 2000. أيوة. نتيجة الخلافات. أيوة. بين حزب الله وإسرائيل، وبتعرف كان في الشريط الحدودي هاللي كانوا يتعاملوا مع إسرائيل انتقلوا على إسرائيل خوفا من اضطهاد حزب الله لهم. وبذات الوقت من بعد 5 سنين الكنيسة المارونية بتقرر مع البطرقس فير مع جمعيتنا، بيقرروا انه يبعثوني انا على اسرائيل، وانا رحت خدمت سنة في كنيسة هوني. في كنيسة مارونية في موارنة، بعد بدي احكي عن اسرائيل نتفي صغيرة لانه في موارنة باسرائيل. ايوه بس في كنيسة مبنية مارونية. في اكيد في عنا مطرانية باسرائيل، في عنا مطرانية بإسرائيل. هذا شيء جديد علي أنا. إيه، كان مطران سياح هو مطران الأبرشية، واللبنانيين اللي راحوا على إسرائيل مش هن الموارني البس، في عنا موارني راحوا على إسرائيل سنة 1600. أيوة. على حبيب. أيام الأمير. يعني في طائفة مارونية قديمة. طائفة مارونية منك مش كبيرة كثير، لأنه حتى كمان مسيحيي إسرائيل هاجروا مثل من عم بيهاجروا هلا مسيحيي لبنان. هجروا على امريكا، هجروا على استراليا، هجروا وين ما كان. هلا من الموارنين الموجودين باسرائيل مع اللبنانيين اللي انتقلوا لها بيجوا لهم بحدود 10 ل 12 الف شخص. مدينه
ممتازين، يعني رعية كبيرة. رعية كبيرة، يعني نحن اللبنانيين رعيتنا كانت موجودة بعكا، موجودة بطبرية، وأنا كنت روح أقدس لهم كمان بأماكن تواجدهم بالبيوت. يوم تعرف هونيك الأحد هو يوم عمل، كنت روح أقدس لهم الجمعة والسبت، وحتى الأحد من عشية كنت روح على البيوت وأقدس لهم بأماكن تواجدهم. كل يوم كان عندي منطقة معينة بإسرائيل كنت روح أقدس فيها. أبونا ما كانوا يحتجوا يقولوا لك حابين نرجع على لبنان وما قادرين بيه؟ بيحبوا يرجعوا على لبنان بس ممنوع يرجعوا. ما بيحبوا يروحوا على الحبس. ممنوع يرجعوا. إيه ما بيحبوا حدا. ما هو لازم كل لبنان يروح على الحبس لأنه كله خاين. ما بيحبوا حدا يعيط لهم أنتوا عملاء، لأنه هني وقت اللي فاتوا بهالمشروع مع إسرائيل انجبروا. كان إسرائيل تقول لهم يا بتشتغلوا معنا بتفلوا على بيروت. مزبوط. ما حدا رح يترك بيته بالنهاية، ما حدا رح يترك بيته ويفل. مظلومين، الشعب اللبناني خلق مظلوم، مظلوم. وبعدنا منزقف اللي بيظلمنا. مظلوم. أبونا تنرجع على جنوب أفريقيا، منبطل هلأ من هون. جنوب أفريقيا من مدي توفى الرمز الإنساني العالمي نيلسون مانديلا. شو عملت الكنيسة المارونية وقت اللي توفى مانديلا؟ كان في دعوة من الدولة هناك انه عملوا احتفال كتير كبير بالملعب، الملعب اللي عملوه جديد وقت كاس العالم يلي بساع 100,000 شخص حتى كل الناس تروح. ثابت هداك النهار كان كله شتي، من الصبح لعشية شتي شتي شتي. بعتد الشتي لعب دور كتير كبير بتخفيف عدد الناس اللي بدهم يروحوا لهونيك. الملعب لازم يكون مليان، أكيد ما كان مليان، بدل ما يكون في 90,000 شخص أو 100,000 شخص كان في بحدود 40-50,000 شخص، والشتي هو لعب دوره. بس كان في طلب، لأنه كان في شتي من الدولة إنه كل جماعة، إن كنا مسيحيين، كنا كاثوليك، أرثوذكس، أو مسلمين، أو أي يهود، طائف. أي طائفة، كان في طلب من الدولة إنه كل طائفة يكون عم بتصلي له بكنيستها. ونحن كل القديسات بكنيستنا عندنا كنيستين هوني كانوا محطوطين لراحة نفس الرمز الإنساني العظيم والرئيس، الرئيس جنوب أفريقيا السابق نيلسون مانديلا. كل قديساتنا كانت عم تتقدم لراحة نفسه. مش بس الأحد، حتى كمان كان من قبل الدفن كل يوم القديس كان عم تتقدم لراحة نفسه. طيب الشعب ليه حبوا كل هالقد؟ لأنه إنسان ما قبل ظلم، خليني أقولها بهالطريقة، ما قبل ظلم. وقت كان الأبيض عم بيظلم الأسود، يعني كان بيخبروك الناس هنيك أنه يبقوا عاملين طريق للأبيض وطريق للأسود. إذا بيشوفوا الأبيض إذا بيشوفوا الأسود ماشي على طريق الأبيض بيحطوه بالحبس. إذا بيشوفوا الأسود بوقت معين بعد الساعة 6 تنعتبر من عشية برا بيحطوه بالحبس. كان في ظلم كتير كبير. نيلسون مانديلا قاد حرب لحتى يحرر الأسود من ظلم الأبيض بهديك الأيام. ومن بعد ما استلموا السود الحكم، نيلسون مانديلا كمان ما قبل أنه الأسود يعمل ردة فعل انتقامية ضد الأبيض، وقال لهم بالحرف الواحد، أقولها بالإنجليزي مثل ما قالها، قال لهم I fought the white domination and I will fight the black domination. ما حدا بيقول هالكلام إلا إنسان عظيم. إلا الإنسان العظيم. من هيك كل العالم بيحبوه، إن كانوا كاثوليك ولا أرثوذكس ولا بروتستانت. وبروتستانت ينو عندهم عدة شيء، ريما أو ما بعرف الأسامي تبعينهم، بس كلياتهم عندهم نيلسون مانديلا هو رمز مهم وعظيم بتاريخ جنوب أفريقيا، وحتى هو معروف بالعالم كلياته أنه هالإنسان يلي حرر البشرية من ظلم، من الظلم يلي ممكن يهدد كل إنسان. أبونا خدمت بإستراليا، خدمت بإسرائيل، خدمت بجنوب أفريقيا، ما حبيت تخدم بعمار بكنيسة مار يوحنا عمار. سألوني سؤال شباب قبلك. أنا رح أسألك، أنا ماني عارف شو بيسألوك. كانوا عم يمتحنوني إنه أنا بحب أخدم بعمار ولا كمان متعلق بإستراليا. قلت لهم أنا إذا جمعيتي بتعيني هلأ بعمار دغري بضب الشرطة بروح على عمار. نحن تعرف الرهبان مطرح اللي بيعينونا الرؤساء تبعينا بنروح. بقى إذا بيعيني رئيس العام روح اخدم كنيسة مار يوحنا عمار ضب اغراضي هلا بجنوب افريقيا وبروح. بالنهايه خدمه الله. بس التعيين كمان بده يكون بموافقه البترك والمطران والمنطقه، ما هيك؟ اكيد اكيد، يعني هي بتجي من طلب المطران، طلب مطران الابرشيه من جمعيه المرسلين،
وعلى هالاساس الجمعيه بتتجاوب يس او نو. هلا انا لحد هلا بعد ما اجاني امر الدست بتنيس ماري حنا الجديده الدست بسنه 2000 وقت افتتحناها، كل ما بروح على لبنان كمان بقدس او بشارك بالقداس. بس بدي خبره خبريده تضحك، اول قداس قدسته كان في عندنا الصدى بالكنيسه الايكو بينسمع الصوت صوتين مزبوط بقى، وانا عم بوعظ وبشبر بايدي بتطلع مره من صغر تغريم بتقول لي يا ابونا يسلم تمك على هالوعظه، بس ما سمعنا منها ولا كلمه. منيح منيح، يعني ها احسن مره بتفهم. ابونا عم بيجي طلبات كثير انه الكاهن لازم يتجوز، انت ككاهن شو بتقول؟ نحن بالكنيسه الشرقيه محلوله هالقضيه، بالكنيسه الشرقيه بس ما في تقدم للخوري، عندك اللي بيتجوز انتهى خوري وبس. عندك خيار، عندك خيار بالكنيسه الشرقيه انه اذا تكون عم بتقرر تكون كاهن متزوج وهذا الزواج بيحصل قبل ما ترتسم كاهن، او انت بدك تكرس حياتك لربنا بالبتوليك الديني. بكنيستنا الشرقيه شغله محلوله. هلا بالكنيسه الرومانيه عم بيطالبوا انه الكاهن يتجوز، الكاهن يتجوز، يعني مش الكاهن وقت اللي بيصير خوري يتجوز، انه الشخص اللي بده يعمل خوري يتجوز قبل الكهنوت. وانا بالنسبه لألي انه الكاهن المتزوج والكاهن الغير متزوج ما في فرق بيناتهم. الكاهن المتزوج عم ياخذ السبع اسرار وعنده بقوه الله وبقوه رسامه الكهنوتيه يلي عم بياخذها من المطران، عنده القدره انه يكون عم بيبشر بالكلمه ويحتفل بالذبيحه الالهيه، ذبيحه المسيح الخلاصيه، مثله مثل الكاهن الاعزب، وما في شيء بينقص من كهنوته ابدا. بس فانا صراحه ضد انه من بعد ما انا صير كاهن انه يكون عم برجع بتجوز. والشغله كمان بالكنيسه العامه محلوله انه اذا بده الخوري يتجوز بيترك الكهنوت وبيروح بيتجوز، لانه الكهنوت هو اهم سر بالاسرار، كلهم اسرار الكنيسه المقدسه، بس الكهنوت هو اعلى سر. ليش؟ لانه انت بالكهنوت عم بتمثل المسيح الكاهن الاوحد، ما فيك تكون انت عم بتمثل المسيح وترجع تنزل نتفي، تكون انت نتفي داون وبعدين ترجع بتطلع تتمثل المسيح، ما في مشكله ابدا. ابونا فيني غمق ولا منتهي هون؟ فيك تغمق. فيني غمق. بيقولوا انه الكاهن لازم يتجوز تيخفوا من الاعتداءات الجنسيه اللي بيقوموا فيها الكهنة والمطارين تجاه الاطفال والبنات والقصر وهيك. شو بتقول انت؟ انا برجع بقول انا مصر انه هي عم بتصير، يعني أنا عم تكشفها الكنيسه. اي نو، انا مصر انه الكاهن لازم يكون ممثل للمسيح. وقت اللي انت بتقول انه انا بدي اكون ممثل للمسيح، انت ما بتقبل على ذاتك. ما في يقضي على غريزته، في عنده غريزه كمان قويه. بلا بنعمه الله كل شيء الانسان بيقدر. ليش بشار بالقدر؟ ما كل المرشر. ليش ما الحرديني قدر؟ وليش كثيرين من القديسين قدروا يلي حتى اساميهم مش عم تنذكر على مذبح الكنيسه؟ كل واحد منا بيقدر. اذا نعمه الله موجوده بقلبك بتقدر. الغريزه او الضعف البشري الموجود بحياتك انت بتقدر تكون عم بتخليه قوي بقدر ما يكون علاقتك بالمسيح قويه، بقدر ما تكون علاقتك بالصلاه قويه. بس انت وقت بتهمل حياتك الروحيه بتصير حياتك هي مثل حياة الناس العاديين، انه انا بفكر بس بالامور المادية، وانا بفكر بس بالامور يلي كل شاب وكل بنت بيفكروا فيها بهالدنيا. اكيد انا بيصد بالنهاية، انا مش مخلوق من حياة، انا مخلوق من لحم ومن دم، وهاللحم والدم ما بيصير هيك قوي، هالضعف ما فينا ننتصر عليه الا بقدر علاقتنا بيسوع بمريم. بحب انا هون شدد انه كل واحد منا مطلوب منه يكون عم بيقوي هالعلاقه، مش بس الكهنه، كل شخص مسيحي يكون عم بيقوي علاقته بيسوع ومريم بصلاه المسبحه، ويكون عنده هيك صله يوميه معهم. لانه وقت بيكون عندك صله يوميه مع يسوع المسيح يلي هو مخلص البشريه، مخلصي انا الشخصي، ومع امه مريم العذراء، ساعتها اكيد ما في شيء بهالدنيا بيقدر يكون عم بجرك للخطيه. اذا كان الله معنا فمن علينا؟ ما في شيء بيقدر علينا سيدة. أبونا في مشكلة تانية، الطلاق. الكنيسة عم تتأفف كثير من حالة الطلاق، يعني عم تجرب تعمل برامج، عم تجرب توعي الشبيبة والبنات.
بجنوب افريقيا كيف حاله الطلاق بين اللبنانيين؟ كمان متفشيه مثل هون؟ في طلاق كمان بجنوب افريقيا في طلاق وين ما كان هيدا وبيمشي على النمط الاسترالي يعني بس بدي اعطي مثل. انا جيت بسنه 1995 على استراليا بدايه 96 عيد مرمارون 96 انا كنت باستراليا وتركت بتشرين الاول ل 2001 سوري خلال فتره اقامتي باستراليا كنت هاردلي تسمع انه بهالضيعه في طلاق هون باستراليا ابن باستراليا ما كان في طلاق كثير عندنا بالجاليه اللبنانيه ايوه بلش الطلاق من بعد 2001 جيت انا بال 2003 صرنا بكل ضيعه نسمع انه في عندك فلان طلق وفلاني طلقت وفلان طلق يعني بكل ضيعه صار في عندك مجموعه اشخاص عم بيطلقوا وهالشيء هالطلاق صار سهل لانه الانظمه المدنيه تعرفوا نحن باستراليا مثل بجنوب افريقيا بنتجوز حسب النظام المدني وزواجنا بيتبارك بحضور الكاهن يلي هو عم بيمثل المسيح بهالسر سر الزواج بس انت سهل كثير لك كمؤمن مسيحي تكون عم بتروح على الدوله وهون والطلاق بيصير حسب نظام الدوله يمكن أيوه. يقول وقت اللي بتهجر مرتك سنه بعد سنه بتقدم على طلاق بيعطوك الطلاق بالدولة بس انت بتضلك مرتبط بالزواج الكنسي زواج الكنسي وقت اللي بتشوفك الكنيسة انت من بعد انه رحت عدد زواج مدني تاني بمرة تانية وصار في عندك ولاد وبالزواج الاول ما عندك ولاد شو بتعمل الكنيسة بتخليك عايش بالخطية الكنيسة عم بتحاول تسهل الامور تسهل لك لانه اوريدي انت اخذت خيارك بالحياه اوريدي يعني صارت الكنيسه على الهامش مجبره صارت الكنيسه مجبره اكيد ما في طلاق بالكنيسه في بطلان زواج انه زواجك من الاساس وقت لعدته على الشخص يلي انت اخترت تتجوزه اول مره هو مش مزبوط بس انا ما بعتقد انه شخص اوقات بيتجوز وعنده ولد ولا ولدين وبعدين اخر شيء بده يروح يقدم بطلان زواج لانه علق بحب شخص تاني بلاقيها انا مش مزبوطة وما وضميريا فيها اذى للولاد فيها اذى كمان للطرف التاني احنا نطول عليك شوي ونمشي فوق الوقت اللي كان لازم نعمله حكيت عن الزواج المدني والقانون المدني بجنوب افريقيا وباستراليا شو رايك بالزواج المدني بلبنان لازم يصير او ما لازم يصير ككاهن انا مش ضد لأنه الزواج بالكنيسة حتى يكون زواج قانوني بده يكون هو عقد وعهد ما فينا نعمل زواج قانوني بدون هالشغلتين العقد يعني هو أنت بدك تجي تمضي على ورق حسب نظام الدولة اللي أنت عايش فيها والعهد وهالورق هو النظام الدولي اكيد بيحدد لك القوانين انه اذا انت بدك تطلق مرتك بالطلقه او المره بدها تطلقك بتطلقك حسب نظام البلد اللي انت عايش فيه واعطينا مثلا انه لازم يصير في هجران بالاول قبل ما تقدم على الطلاق بالدوله ومن بعد الهجران ساعتها الدوله مجبره انها تكون عم تعطيك الطلاق حسب القوانين بس وقت اللي بيكون زواجك عهد مقدس هذا ساعتها ما في شيء يفرق الزلمة عن مرته إلا الموت من هيك كل زواج بالكنيسة بإستراليا ولا بجنوب أفريقيا هو عقد وعهد عقد يعني أنت بتصين بتمضي على زواجك بموجب القانون أستراليا ولا جنوب أفريقيا بس بالنهاية أنت زواجك هو مبارك من الله لأنه هو عهد وأنت قلت كل شاب وكل بنت بيقولوا I take you to be my lawfully wedded wife to love and to hold in good times and in bad in sickness and in health for richer and for poorer until death to us part but يمكن بيقولوها على المذبح بعدين بس تتبلش المشاكل بيناتهم بينسوا انه قالوا نحن بدنا نتجوز in good times and in bad in sickness and in health
for richer and for poorer. Nothing can separate husband and wife from each other except death. حتى كمان قديش كان هتلر قوي بعهده، هتلر ما كان بيقدر يفصل الزلمة عن مرته يلي بيحبوا بعضهم قديما. ايوه وهلا كمان وبكل الاوقات الزلمة والمرة يلي بيختاروا بعضهم يكونوا شريكي حياة، ما في قوة بالدنيا بتفصلهم عن بعض. حتى من دون زواج بتلاقي كثير قاعدين مع بعض من سنين طويلة وعندهم اولاد ما في زواج. مش مزبوط، بعرف كثير عالم هيك. انا كمان حتى جاري هون، انا تعرفت على هون باستراليا وبجنوب افريقيا، في كثيرين بيعيشوا مع بعضهم بس اتس نوت هيلثي فور ذا سوسايتي. بس بتلاقيهم موفقين وعندهم اولاد. ليش ما بيباركوا زواجهم بالكنيسه وضلوا مع بعضهم؟ وين المشكله؟ بتعرف ليش؟ لانه ما بدهم كوميتمنت، خيفانين من الكوميتمنت. خيفانين من يفرطوا. خيفانين من الكوميتمنت وخيفانين انه انا وقت اللي بشتغل وبكون ناجح بشغلي اذا تجوزت وصار في اي مشكله بيني وبين مرتي، هالاشياء اللي انا محصلها بمرتي بدها تاخذ نصها، بصير خيفان. انت وقت اللي بتحب شخص ما فيك الا ما تكون عم تقبل تعطيه، وقت اللي بتعطي شخص قلبك وفكرك وحياتك ووقتك وكل شيء، انت خيفان على هالنتفه الماتيريال المصاري اللي عم بتطلعهم انه يروحوا منك؟ ما بيعطوا السعاده هون. السعاده الحقيقيه هي بتجي من حب الاشخاص لبعضهم البعض، ومن عنايتهم ببعضهم البعض، من احترامهم لبعضهم البعض، ومن الوقوف جنب بعضهم البعض بالخير وبالشر، بالفقر وبالغنى، مثل ما كنا عم نقولهم بالانجليزي. ابونا لسه في شيء مهم كمان بالكنائس. قلت حضرتك انه كنيستك تقريبا عم تجمع المسيحيين كلهم، يعني بيعملوها كمرجع لانه ليل المرجع المسيحي هونيك. شو رايك انت بتوحيد الاديان المسيحيه؟ يعني عم يصير ما بحكي بيصلبوا المسيح من قيمه، بيرجعوا بيصلبوه، بيرجعوا بيقيموه، يعني بيعملوا عيد الميلاد بيرجعوا غير طائفه مسيحيه بتعمل عيد الميلاد بعد اسبوع. شو رايك انت بما انك جمعت بكنيستك الكل تقريبا؟ صار في اتفاق على عيد الميلاد بين الكنيستين. الاطباق بيعملوا ب 27 الشهر. يعني لسه ما اتفقوا كل المسيحيين. يعني امبارح كان عيد الاطباق. اجمالا وقت اللي بتحكي، وقت اللي بنحكي عن سبعة الشهرين. وقت اللي بنحكي عن الكاثوليك والارثوذكس صار في اتفاق حول عيد الميلاد. بالعموم هلا وفي منهم اتفقوا على الايستا كمان، على عيد الكبير. عم بيتفقوا على ايستا بعيد الكبير مثلا بمناطق معينه. هلا دائما الكنيسه الكاثوليكيه عم بتقول لهم للكنيسه الارثوذكسيه خلينا نتخلص من التقويم الشرقي والتقويم الغربي، اوكي؟ اختاروا انتم يوم لعيد الكبير وكلياتنا بنتبعه. الكنيسه الكاثوليكيه مفتوحه انه اختاروا يوم وكلنا بنتبعه، مثل ما اخترنا نحن 25 ديسمبر حتى يكون عيد ميلاد الرب، لأنه كان عيد الشمس عند الوثنيين حتى يقولوا أنه يسوع المسيح هو نور العالم. اختاروا يوم الوثنيين كانوا يحتفلوا فيه بعيد الشمس، صار عيد يسوع المسيح، عيد ميلاد يسوع المسيح يلي هو نور العالم ومخلص البشرية كلياتها. خلي الأرثوذكس يختاروا أي يوم بدهم إياه. بعتقد الكنيسة الكاثوليكية مش رح تقول لهم لا، يختاروا يوم ثابت لحتى كلياتنا بتقدر هالشيء بيحل المشكلة؟ أكيد، وقت بتختار أنت يوم الكنيسة الكاثوليكية بتقول لهم أوكي حلت المشكلة، ساعتها كلياتنا بنحتفل بعيد بآلام المسيح الخلاصية وبقيامة الرب من بين الأموات، بتحتفلها بذات الوقت. لأنه مثل ما أنك عم تقول مهزلة، يعني مهزلة مش لإلنا. هلا نحن بنفهم إنه بالنهاية نحن عم نحتفل جمعة الآلام وعم نحتفل عيد القيامة، والأرثوذكس بيفهموا نفس الشيء، بس الناس اللي ما بيفهموا شو هي المسيحية بدهم يقولوا طب ما امبارح المسيح هو ذاته، امبارح موتوه الموارني والكاثوليك واليوم عم بيقوموه عم بيموتوه الأرثوذكس والكنيسة الأرثوذكسية، كلهم عم بيقولوا هالشيء، يعني شيء صار مدح. بالنهاية أنا اللي بقوله بهالموضوع انه المسيح بده كنيسته واحده. ما بيقول نؤمن بإله، نؤمن بكنيسه واحده جامعه رسوليه، بده كنيسته واحده. وان شاء الله المسؤولين بالكنيستان يكونوا عم بيوعوا حتى يوحدوا بالبدايه الاعياد، لانه بالنهايه ما في شيء بيفرقنا
ما في شيء بيفرقنا، نفس الإيمان، نفس الإنجيل، نفس المسيح، نفس المسيح، نفس التعليم، ما في شيء بيفرق الكنيستان عن بعضهم البعض. أبونا العالم كله عم تسمعك هلا، العالم كله. أبونا بدوي، حكينا كثير عن جنوب أفريقيا وعن الأماكن اللي خدمت فيها، شو فيك تخبرنا عن نشاطات الأبرشية بجنوب أفريقيا؟ النشاطات الأبرشية فيني أقسمها لنشاطات روحية، فيني أقسمها لنشاطات اجتماعية ولنشاطات عمرانية. النشاطات الروحية بالكنيسة هي من كتير مهمة، لأنه نحن أول شيء الإخوان بنشتغل إدواتي مع بعضنا. في العالم كلياتهم بيلاحظوا المحبة الموجودة بين الكاهنة اللي عم بيخدموهم، بيلاحظوا بذات الوقت محبة الكاهنة لشعبهم، وهذا الشيء عم بيجيب الناس على كنيستنا. بكنيستنا مش بس اللبنانية بيجوا، بيجي الشعب الأسود، بيجي التلياني، بيجي البرتغيز، بيجي الأفريكانز يلي هني الأوروبيين اللي كانوا مستلمين الحكم قبل 90، كلهم بيجوا هاودي على كنيستنا. بكنيستنا في عنا التعليم المسيحي، في عنا ما لا يقل كل يوم أربعة بالكنيستان عن 400 شخص ولد بيجوا يتعلموا التعليم المسيحي. لهالسبب نحن عنا تيم كتير مهم بالكنيستان، معلمين ومعلمات، حتى يكونوا عم بيقوموا بواجب الخدمة التعليمية الروحية لأولاد الرعية. بالإضافة لهالشيء كنيستنا منظمة غير استراليا، لأنه أنا خدمت بإستراليا، في عنا مجموعة من الشباب يلي هني بأعمار 40 و30 و50 أوقات، وفي حتى كمان أعماركم أنتوا بالمضافزة بالعمر 60. أيوة. منسميهم ديكن، بس هني مش ديكن، هني مينستر أوف يوكاريست، وهودي كلياتهم إيديهم مباركة من البطرك صفير ومن المطران الأبرشية قبله، حتى يقدروا يساعدوا الخوري بالمناولة الإربانية خلال الذبيحة الإلهية. هودي بيقوموا بواجب التحضير، تحضير المذبح، تحضير الكاسات، تحضير للاحتفال، وعندنا جوقات كمان بتخدم القداس، جوقات كتير حلوة. قداساتنا هونيك مش بالعربي، كلياتها بالإنجليزي، بس أعمل distinguish between Australia and South Africa. بس اللبنانيين بيحكوا عربي بين بعضهم، ما حدا بيحكي عربي هونيك، حتى اللبنانيين ما بيحكوا عربي للأسف، أنه في عنا الجالية قديمة كتير، بس في عنا من اللبنانيين اللي بيحكوا عربي بحدود 300 شخص out of 25 or 30,000. يعني رحت اللغة اللبنانية منها. هلأ اللغة اللبنانية بدنا نرجع نسترجعها بس لأوصل للمدرسة. كمان عندي ناس بهيئوا الخطاب لقبول سر الزواج، نعمل لهم 8 دورات للخطاب اللي بدهم يتجوزوا على 8 أسابيع. كل شاب وبنت بدهم يتجوزوا مجبورين يمرقوا بهالدورة، وبذات وبالآخر بنعطيهم سيرتيفيكيت إنه هني عملوا الدورة، وهالدورة بتساعدهم حتى ينظموا حياتهم الروحية، حياتهم المادية، حياتهم العلاقية، حياتهم كمان العاطفية بيكونوا عم بينظموها، والمواضيع كلها بتطال هالشغلات، وبتطال أكيد سر الزواج اللي بينعطى مني شخصيا للجروب هنا. المدرسة، حكينا عن المدرسة. المدرسة ما نعم تعلم عربي؟ المدرسة عمرناها من شي 4 سنين، عمرناها من شي 4 سنين، وجيت خصوصي أنا من لأنه كنت بإستراليا، وكنت عارف أنه الأستاذ شرب البعيني عمل كتب للاغتراب فيها إنجليزي عربي، إنجليزي عربي. جيت خصوصي على أستراليا على مدرسة سيدة لبنان، أخذت الكتب تبعينكم من الرهبات، وأنا بشكركم عليهم وعم نستعملهم هلأ لتعليم اللغة العربية. يعني جنوب أفريقيا كتب شرب البعيني عم تتعلم؟ أكيد أكيد أكيد. يعني هاي خبرية حلوة يا أبونا. حتماً حتماً. لك تحسك داش حتما الكتب عم نستعملها لتعليم اللغة العربية، وأكيد أنا عاطي الحرية للأساتذة إذا بدهم يكون عندهم طريقتهم كمان يكونوا عم بيزيدوا وعم بيضيفوا. وهالولاد عم بيتقبلوا الولاد عم بيتعلموا، والأشطر شيء بالولاد باللغة العربية هن الولاد العبيد، الشعب الأسود، يعني بتحسهم بيطلعوا الأول باللغة العربية، الأول بالإنجليزي، الأول بكل شيء. مبين بيكون مروني يعني؟ لا مش ضروري، لا في فايت على المدرسة هي للكل، فاتحة للكل أنا، بس عندي مبالانس 50% أبيض 50% أسود، مجبورين يكون عم نقبل كل الناس هنيك، لأنه نحن
المدرسه هي لكل الناس وابونا لكل الناس. اللي قلته انه تقريبا ما بيعرفوا يحكوا لبناني، يعني معناتها الجاليه قديمه كثير بجنوب افريقيا، مشان نسيوا لغتهم. مزبوط. طيب كيف مستواهم الاخلاقي؟ متكبرين، اغنياء، فقراء؟ احكي لي عنها. شعبنا اللبناني هناك من اروع الشعوب يلي تتعرف عليه بحياتك. شعب راقي، متعلم، فهمان، احواله الماديه عنده انجازات ماديه هائله جدا. وانا اعتمدت على المجموعه من الشباب يلي هني شو بنسميهم بالعربي؟ النخبه. مجموعه من الشباب النخبي المتعلمه المتثقفه يلي هني تشارتر اكاونتنت، لوير، بزنس بيبل. اعتمدت عليهم مع الخوري اللي كان قبل، اعتمدنا عليهم حتى نعمل فريق سميناه ريسكيو تيم يخلص كل ممتلكات اللبنانيه اللي كانت بخطر، اللي كان البنك بده يحط ايده عليها، وخلصناها وصرنا هلا عم نستعملها حتى تكون عم بتفوت انكم على الكنيسه، ومن خلال هالانكم نكون عم نكبر حالنا بجنوب افريقيا. مثلا كان في عنا هولو كوميونيتي سنتر بخطر كبير علينا بقيمه مليونين دولار دين، البنك عم بيحط ايده عليهم، الكنيسة طلبت البنك من البنك انه يطول باله نتفة صغيرة. عملنا هالفريق يلي سميناه ريسكيو تيم يلي ساعدونا بخلق الافكار، والكنيسة دفعت كل المصريات، وهلا صار المركز يلي هو اوتيل وكونفرنس سنتر ومطاعم وكذا يكون عم بدخل مبلغ مهم للكنيسة، والكنيسة عمرت المدرسة، والكنيسة رح تعمر القسم الثاني من المدرسة والكوميونيتي سنتر، بتعتمد على هالمداخيل يلي هن اللبنانيين المتخصصين او السبيشاليست، خليني اقول سبيشاليست هني بوظيفتهم، ساعدونا تنطلع من الورطه الماديه، وحطينا هلا كل شيء بتصرف الكنيسه. ابونا العالم كله عم تسمعك هلا، العالم كله، شو فيك توجه لهالناس اللي عم بيسمعوا كلمه بالاخر ككاهن، شو بدك تقول له؟ كلمة المسيح: احبوا بعضكم بعضا كما انا احببتكم. هيدي هي الوصية الوحيدة يلي يسوع المسيح تركها لنا قبل ما ينتقل لمجد الابدي. وانا بدي اقول لك ابونا نحن حبيناك بهالمقابلة، لك لا في تحضير لا منك ولا منا، كنا عم ندردش وكانت مقابلة حلوة ونحن بنشكرك عليها، على امل نتقابل مرة ثانية. ثانك يو ثانك يو ثانك يو.